أهلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة البلاد على هذه المبادرة لتنظيم هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على موضوعات محلية وإقليمية حيوية وهامة لتنوير الرأي العام. ويسعدني ويشرفني المشاركة اليوم بالحديث حول قيم الممارسة الديمقراطية البحرينية المتجذرة من خلال التقاليد التي أرساها حكام البحرين من آل خليفة الكرام. وعلى الرغم من اختلاف عوامل نشأة الكيانات السياسية في شبه الجزيرة العربية، إلا أن ممارسة الشورى في إدارة شؤون المجتمعات كانت الخيط الناظم التي يجمع بينها، استناداً إلى تراث إسلامي كرس الشورى كآلية للحكم وتصريف شؤون العامة. وظلت مجتمعات شبه الجزيرة العربية لعدة قرون خلت تحتكم بأعرافها وتقاليدها إلى هذا المبدأ الذي حظي بتوافق واسع في أوساط قبائلها على امتدادها العابر للحدود، وأضحت نظاماً متأصلاً ومتجذراً يلائمها ويتماشى مع تركيبتها وطبيعة العلاقات التي تحكمها ويضمن استقرارها. ويعد تطبيق مفهوم الشورى في ظل حكم آل خليفة الكرام ركيزة أساسية ونموذجاً يستحق التأمل والمعاينة للوقوف على كوامنه وآفاقه وتلائمه مع البناء الاجتماعي والموروث الحضاري. فعلى امتداد العقود كان آل خليفة الكرام يؤسسون للشورى ويستوفقون من ممارستها على مختلف المستويات ويتبعون سياسة الباب المفتوح مع الجميع لتتخذ كل القرارات بالصورة التي تخدم رعاياهم وتحقق تطلعاتهم وطموحاتهم، حيث دائما حكام آل خليفة الكرام على عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف أطياف المجتمع، وكان ذلك عاملا أساسيا في بناء ثقة وطيدة وشرعية راسخة من الولاء والانتماء بين الحاكم والرعية. ودائبت الأجيال المتعاقبة من حكام آل خليفة الكرام على أن تكون المجالس الدائمة والمجالس الموسمية الذي يخصص خلالها الحاكم مجلسه لاستقبال رعاياهم هي الحلقة الأولى والأساسية في التواصل، وهي المجالس التي حرص عليها الحكام الكرام ليتشرب منها الأبناء والأحفاد تقاليد الحكم والمجتمع وتجذير مبدأ الحوار. فقد كان مجلس حكام آل خليفة الكرام مهو موئلاً ليس لأهل البحرين وحسب، وإنما لضيوفها العرب أيضاً. كل ذلك كان يتم بموازاة وتطوير آليات وصيغ المشاركة في إدارة شؤون البلاد وإدخال التطورات الإدارية والتنموية والسياسية من خلال وضع أسس التنظيم الإداري في الدولة. ففي الربع الأول من القرن العشرين الميلادي تمت عملية تحديث الإدارة الحكومية، وكان ذلك في عام 1919 للميلاد مع إنشاء مجلس بلدي يعتبر الأول من نوعه في المنامة، مكون من 8 أعضاء معينين. ومع تواصل العمل البلدي في عام 1924 تم رفع عدد أعضاء المجلس إلى 20 عضوا، يتم تعيين نصفهم وانتخاب النصف الآخر. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1949 للميلاد بلغ عدد أعضاء المجلس البلدي 24 عضواً، نصفهم أتى عن طريق الانتخاب والنصف الآخر من خلال التعيين. كان للمرأة البحرينية في تلك الفترة حق الانتخاب حال تملكها لعقار باسمها. وكان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه
الذي حكم منذ عام 1869 حتى عام 1932 يستقبل رعاياه ومن يفد عليه من التجار العرب والأجانب لتبادل الأفكار والاطلاع على قضايا مختلفة من دول مختلفة وثقافات مختلفة. وفي عهد حاكم البحرين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الذي حكم منذ عام 1932 حتى عام 1942، ظل مجلسه ملاذاً ومنبراً لكل الحوارات والنقاشات التي اتصلت بالشأن العام والارتقاء بمستوى معيشة الناس، كما استمرت المسيرة التي عززت من المشاركة الشعبية. فقد أعلن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الذي حكم منذ عام 1942 حتى عام 1961، إنشاء مجالس للمعارف والصحة في 15 أكتوبر عام 1955 للميلاد، بالإضافة للبلدية التي كان نصف أعداد أو عدد أعضائها منتخباً والنصف الآخر معيناً. وبعد استعادة البحرين باستقلالها عام 1971 بإلغائها الاتفاقيات التي ربطتها ببريطانيا، شهد التطور السياسي والإداري في البلاد نقلة نوعية ارتكزت على وضع دستور حديث يحدد الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الدولة في مسيرتها الحضارية. وقد طالت عملية التطور السياسي والإداري في البحرين الحياة النيابية ومشاركة المواطنين في إدارة شؤون الحكم، إذ شهدت البحرين إعلان المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، الذي حكم منذ عام 1961 حتى عام 1999 للميلاد، في 16 ديسمبر 1971 تكليف مجلس الوزراء بوضع مسودة للدستور، وصدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1972 الذي نص على إنشاء مجلس تأسيسي تكون مهمته وضع مشروع دستور للبلاد. وتمثلت أولى ثمرات هذا الدستور الذي أقر من قبل المجلس التأسيسي في 9 من يونيو 1973 في إنشاء مجلس وطني منتخب، إذ صدر مرسوم أميري في 11 يوليو 1973 تضمن النص على إنشاء مجلس وطني يؤلف من 30 عضواً يتم انتخابهم بواسطة الشعب عن طريق الانتخاب العام السري المباشر، على أن يكون الوزراء أعضاء فيه بحكم مناصبهم. وقد أجريت عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني 30 في يوم 7 ديسمبر من عام 1973 للميلاد، والتي تنافس فيها 114 مرشحاً، فيما شهدت العملية الانتخابية إقبالاً كبيراً من جانب الناخبين. وعقد المجلس الوطني أولى جلساته يوم 16 ديسمبر عام 1973 للميلاد، واستمر المجلس لمدة فصلين تشريعيين. وفي يوم 20 ديسمبر من عام 1992 صدر الأمر الأميري رقم 9 لسنة 1992 الذي قضى بإنشاء مجلس الشورى من ذوي الخبرة والمكانة ومن أهل الرأي والمشورة، يتم تعيينهم بأمر أميري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في 6 مارس 1999، اتخذ جلالته سلسلة من الإصلاحات الشاملة أكدت حرص جلالته على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة دولة القانون والمؤسسات بشكل تدريجي، أبرزها عودة الحياة البرلمانية. وفي 3 أكتوبر من عام 2000 للميلاد تضمن خطاب حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمجلس الشورى دعوة جلالته لحوار وطني يستهدف صياغة عدد من المبادئ من أجل تعزيز النمو والازدهار للبحرين،
وقد صدر الأمر الأميري رقم 36 لسنة 2000 للميلاد بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، ضمت في عضويتها 44 عضواً يمثلون كل فئات المجتمع. وقد صدر أمر أميري آخر رقم 43 لعام 2000 بإضافة 6 أعضاء جدد لتلك اللجنة ليبلغ إجمالي الأعضاء 50 عضواً. وقد تسلم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ميثاق العمل الوطني في 23 ديسمبر 2000 من عام 2000 بعد استكماله من اللجان المختصة. وفي يومين 14 و15 من فبراير 2001 للميلاد تم طرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الشعبي، وقد بلغت نسبة الموافقين على الميثاق 98.4%، مما يؤكد أن ميثاق العمل الوطني قد حظي بإجماع شعبي هائل، وقد قام جلالته بالتصديق عليه في ضوء نتيجة ذلك الاستفتاء، وأصدره في 16 من فبراير بأمر أميري رقم 17 لعام 2001 للميلاد. وإنفاذاً لما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي عد خارطة طريق لمرحلة جديدة من تاريخ مملكة البحرين، أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم رقم 5 لعام 2001 للميلاد بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور، كما وأصدر جلالته دستور مملكة البحرين المعدل في 14 فبراير من عام 2002 للميلاد، الذي يضاهي دساتير نظيراتها في الدول ذات التجارب الديمقراطية العريقة وتأخذ في اعتبارها خصوصية مملكة البحرين من ناحية ومتطلبات وتطلعات أبناء المجتمع البحريني من ناحية أخرى، عبر عنها ميثاق العمل الوطني. فيما شمل الدستور العمل على نظام المجلسين، مجلس النواب المكون من 40 عضواً ومجلس الشورى المكون من 40 عضواً، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وقد انطلقت الانتخابات البلدية في مايو من عام 2002 للميلاد، ثم انتخاب أعضاء مجلس النواب في شهر أكتوبر وانعقاد أولى جلساته في 14 ديسمبر من عام 2002. وبدأت مملكة البحرين عهداً جديداً وفصلاً من فصول التنمية والنهضة والإصلاح ضمن المسيرة الديمقراطية. إن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمسيرته التنموية الشاملة قد حققت نجاحات يشهد بها الجميع، ومنجزات نتعنم أو نعتنم بها في مختلف مناحي الحياة في مملكتنا الحبيبة التي تشهد نهضة تنموية يشار لها بالبنان في محيطها الدولي والإقليمي. وعلى الرغم من الدور الفعال للمؤسسات الدستورية في تمثيل المواطنين وتلمس همومهم، لابد من التأكيد على ما تمثله المجالس من أهمية مجتمعية في حياة الأفراد، أفراد المجتمع البحريني، وهو موروث عززه آل خليفة الكرام للتواصل مع أبناء هذا الوطن المعطاء. فمجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عامر يستقبل فيه شعب البحرين، كما أن زيارته المتعددة للمجالس الرمضانية لخير دليل على إيمانه الراسخ بالدور الذي تلعبه تلك المجالس كنقطة تواصل مع أبناء هذا الوطن المعطاء، فضلاً عن اهتمامه بدور الشباب البحريني في بناء وصناعة المستقبل، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تحفيز مشاركتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم في بناء مستقبل البحرين وتحقيقاً لرؤية 2030. وشكراً جزيلاً.